قادم معكم مشاهدي الكرام. أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن مبادرة السبت البنفسجي، والذي يهدف إلى وجود العروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المزايا والخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي من احتياجاتهم، إلى جانب الدمج الشامل في المجتمع وتحفيز القطاع الخاص، وذلك لتقديم البرامج التي من شأنها تعزيز سهولة الوصول وضمان جودة الخدمات المقدمة. وأشارت الهيئة إلى تنسيقها مع وزارة التجارة، والتي وافقت على عدم احتساب مشاركة التاجر عند تقديم العروض للأشخاص ذوي الإعاقة في السبت البنفسجي ضمن رصيد التاجر السنوي والمخصص للعروض التجارية. كما عمم اتحاد الغرف السعودية لكل الشركات ذات الاختصاص بتقديم كل العروض والتخفيضات والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأت الهيئة صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تجمع كل العروض والتخفيضات وكذلك المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة. وكما دعت الهيئة أيضا كل الجهات التجارية للمشاركة في هذا اليوم الذي وافق يوم السبت القادم 31 من شهر يوليو لعام 2021. وللحديث أكثر حول هذه المبادرة ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ خالد خبراني، المنسق المجتمعي بإدارة التواصل المجتمعي بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ خالد حياك الله معنا في أخباركم. حياكم الله، والله يسعد مساكم جميعا. ومساك يا رب. بداية، هذه المبادرة جميلة وشهدنا أصداءها عند المجتمع أو أصداء الإعلان عنها. بداية لو تحدثنا بشكل مختصر عن هذه المبادرة من الهيئة وأبرز ملامحها. في البداية، تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رؤية المملكة 2030 وضمان حصولهم على حقوقهم، وأتى ذلك جليا وواضحا حينما أنشئت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي وتعزيز الحقوق والخدمات المقدمة لهم المتصلة بالإعاقة. فيما يخص السبت البنفسجي، طبعا أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية أو أحد أهدافها كذلك التنظيمية إيجاد برامج مع القطاع الخاص وكذلك جهود متصلة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، فأتت مبادرة السبت البنفسجي لتكون رافدا أساسيا من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستفادة ومعرفة احتياجاتهم وكذلك حث كافة القطاعات للمشاركة والمساهمة معهم في هذه المناسبة ووجود العروض والتخفيضات والمزايا لهم. ما شاء الله تبارك الله أستاذ خالد، يعني مثل المبادرة هذه رائعة الحقيقة، لكن هل هي مستمرة سنويا؟ فيما يخص استمرارية المبادرة، نعم، المبادرة أطلقت من قبل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون في آخر سبت من يوليو من كل عام، وهذا العام ستصادف 31 بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة وتعميم اتحاد الغرف السعودية. جميل. بحديثك أستاذ خالد، ممكن هناك تساؤل عند بعض الناس، إذا كان في شخص من ذوي الإعاقة الآن يشاهدنا ويسمع عن هذه المبادرة السبت البنفسجي، كيف يقدر يستفيد من المبادرة من هؤلاء الأشخاص؟ طبعا حرصنا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون من كافة الخدمات وتكون سهلة الوصول لهم من خلال إيجاد صفحة الموقع وهي apd.gov.sa، من خلال إيجاد صفحة خاصة بالسبت البنفسجي موجودة فيها كل العروض والتخفيضات المقدمة. طريقة الاستفادة إما عن طريق الوصول إلى بعض فروع الجهات وتقديم بطاقة الإعاقة، بطاقة الإثبات للإعاقة عفوا، وكذلك عن طريق المتاجر الإلكترونية ووجود بعض أكواد الخصم الموجودة داخل أيضا موقع الهيئة اللي وجدته من أجل الخدمات المقدمة له. جميل، ما شاء الله تبارك الله، كل هذه الإيضاحات وأيضا نشر هذه المعلومات مهم جدا للأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا أهاليهم ولكافة أفراد المجتمع. الأستاذ خالد الخبراني المنسق المجتمعي بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كان معنا في هذا الاتصال الهاتفي لإيضاح أبرز ملامح مبادرة السبت البنفسجي. إذن هذه المبادرة تأتي من قبل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتسهيل تواجد العروض والخصومات لدى الجهات التجارية للأشخاص ذوي الإعاقة. كل الشكر على هذه المبادرات، وبإذن الله نشهد مثلها وأكثر في قادم الأيام. مستمرين معكم مشاهدي الكرام في رصدنا لآخر